لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. خلص اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذه الغد أعطينا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن الجميع من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة. خم بخريستوس إيسوس بيه
Christa siti. Irini vasi. Et omne. Tot fim drefir bethna nefo naiet fnot fiotem ben chois oh ben note oh ben so tiresus behrestos gea fereske bazin gona fer voitneron afareron af shopten erof aftiaso eron aftituten afenten shahriatai onuthai enthofon Marin tihu erof vosen tifare ron chimbay hu thofai Nem neu tiron te ben on chen hirini ven En jevi bando krato rep choiz ben nu Oti Rose veksa نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا تدبنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك ارحمنا الله واترافع علينا واسمعنا وعيننا واقبل صلاه وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين وان يحفظ حياه وقيام ابينا المكرم البابا الانبا تودروس الثاني وشركاء في الخدمه الرسوليه بين الاساقفه أبونا الأسقف المكرم الأنبا يوسف وأبونا الأسقف المكرم الأنبا رفائيل وأبينا الأسقف المكرم الأنبا بيزل واغفر لنا خطايانا يا رب نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا ما صالحات النافعات فرزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو خلف تجربة لك Come,
Katani esmi eme profi iti kon chempi mashom teneo pe Christos anesti e nekron rashi telilon ire menki Sharon Jebe Mayromi Feyachov Chagon Neon Tiro Sherene Mare Yati Echerom Pie Et Nesosiet Asmisinane Mevnoti Piro Sherene Mare Yati O Sherene Shoy seniyoti ena apostolo sheni matiti sinte pen shoy isos pe sherena kui martiron sherebi evan gelisti sherebi apostolo sava markos biti orimos Serena kovi martiros, shere vechoi gengene, o shere piaslo foros, pashoi seburu, georgi. Enti hoeron koyo, theoset, trekare, bonchem ben batre, yarshis babavat, agrus bear sheref, mata grofijem befetrono. Pefkes viren litorgos peniot et oebendi ike os ava Yosef bebeskobos matagrofizen no etro Pefkes viren litorgos peniot et oebendi ike os ava Rafael bebeskobos matagrofizen befetro Pefkes viren litorgos peniotes oebendi ike os ababezel bebeskobos matagrofizen pefetrono Isos bechrestos en saf nempo en tof benem sha enechen ohebus tasis noten ostem moften ti ona Urun tetirini moinan ente kirini semninan ente kirini kanen novinan Gore volen negaj ente ti eklisayari softeros en neskem shai Emeno il penno Penten mi iti tino fene po ente pefiot nem bevne ma eto ente fes moiron tiren ente ftovo enen hit ente ftalit shunni shon ente nene psikine nen soma Ste moko pe Christos nem pe kiotena gatos nem pe pnevmai toer je akton kak soti emon nainan shli Flogison Ebi Evrosev Shistasitim Irini Pasi
قدوس يسوع المسيح ناس أنا أطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا ربي أنفس عبيد الذين رقتوا أبانا أخواتنا أطلبوا عن أبينا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البان أباؤنا القديسين رؤساء العساقفة وأبانا العساقفة أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة أباؤنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعني كل المسيحيين لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان ويغفر لنا خطايانا تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعاً في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولهم في موضع خذل ماء الراحة في فردوس الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتلوث في نور قديسك أقم أجسادهم في أمسلطوك مواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تسمع بأذن ولم تروح عين ولم يخطر على قلب باشرين ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبدك بل هو انتقالين وإن كان لحقهم تغير تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحد باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس عدو طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات وأما نحن كلنا فهب لنا كمالا المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطي ونصيبا وميراثا مع كفة Lord, to keep us this night without sin. Blessed are you, Lord, God of our Father, exceedingly blessed and glorified be your name forever. Amen. And you, Lord,
keep us safe from this generation forever. Amen. Blessed are you, O Lord. Blessed are you, O Lord, not new to your righteousness. Your mercy, O Lord, endures forever. Despise not, O Lord, the works of your hands. You have been my refuge from generation to generation. I asked the Lord and said, have mercy on me. He must suffer, have sinned against you. Lord, I have fled unto you. Save me and teach me to do your will. Let your mercy come unto those who know you, and your righteousness unto the upright in heart. To you belongs blessing, to you belongs praise, to you belongs glory. Father, Son, the Holy Spirit, existing from the beginning, now and forever and ever. Amen. It is good to give thanks to the Lord and sing praise unto your name, O Most High. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لا يسلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دور دهور آمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه يا رب اعن قلت الباطن اليك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom. As it in heaven, give us this day our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not to temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, for thine the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. خنبي خريسوس يسوس بن شوي سمين الليلويا شيريني تنتيورو تي ثوابت من اوت اوين بارثينو سنسيوني بين تي مسنوتي ثماوين بخريسوس شيريتي تسمي سنانين بيوين انتايف مي بخريسوس بن نوتي تي بارثينو ثي ثواب Τι παρθένος Μαριέμ, τι θεότοκοθεθ οέμ, τι εμπροστάτες έτεν χώτεν τε ευγένος εν τέτοι με τρόμι. Σερένε ότι υπάρθε νοστι فمنا فرحان ولساننا تالي لان لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات أهلك طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه صعدهم معه إلى العلو إلى موضع راحته خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته لهم Therefore we are rich.
ملك المجد قام من بين الأموات. إسرائيل 40 سنة في البرية وأعطاهم المن خبز الملائكة ليأكلوا. الكائن خارج المدينة وقالوا بجهلهم أن هذا لا يستطيع أن يقوم بعد. مع المرتل داود قائل قد قام الله مثل النائم. في معشورة القديسين الجالس على الشيروبيم رؤيا في إقليم مصر. عتيق الأيام الذي تسبحه الملائكة جاء اليوم إلى إقليم مصر لكي يخلصنا نحن شعبه. أشعيا العظيم قال إن الرب قادم إلى مصر على سحابة خفيفة وهو ملك السماء والأرض. ارسل سلم مريم خني في اوت صائب شوي ساوينا من بس من ري استوب امك اريقون. صوني أو طائش فيري طبولي سمي يروساليم. شرب شوشون تبن جنو صاري اقفو
Nanin Emmanuel. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. عند قيامات المسيح توجهت النسوة حاملات طيب وطالبنا بجتيه فظهر لهن ميخائيل. His appearance became illuminated like lightning, and his clothes became white like snow. فأجاب وقال للنسوة حاملة أتطي أن الذي تطلبناه قد قام وليس ها هنا. Now go quickly, tell his apostles, he has risen from the dead, as he said to you. افرحوا لأن الذي صلب قد قام وصايا يسبقكم إلى الجالي هناك ترون ها قد قلت لكنا. ملك المجد المصلوب عنا قد قمت من بين الأموات ومنحتنا بهجة. شوبين ثو ارسم سيغون خنيمة تشو سي تاركن كي توتن شويسن نفترن تي ثو تو كو ستو يم بارثنو سن سيوني بن. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. Exalt you, the Mother of True Light. We glorify you, Saint Theotokos. We have brought forth unto us, Savior, the whole world. He came and saved our souls. Glory be to our Master, our King, Christ, the pride of the apostles, the crown of the martyrs. To forgive you the sins, we proclaim the Holy Trinity in one Godhead. We believe in one God, God the Father, the Pantocrator, Creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, God of the Father, before all ages, Light of light, true God of true God, begotten, not created, one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men for our salvation came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit of the Virgin Mary and became man, who was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, third day rose from the dead, according to the scriptures, ascend to the heavens, sits at the right hand of his Father, is coming again his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Who proceeds from the Father, with the Father and the Son is worshipped and glorified, spoke by the prophets, one holy Catholic Apostolic Church. Tenir efmo ot nem biot.
Christ our God, who sent His holy disciples and sent the apostles, many prophets and righteous men have desired to see things to see and have not seen them, and to hear and not heard them. But as for you, blessed are us who see is for the hear. May we be always and act according to the holy gospels through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. أوصونا أمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. صلم استودع في دلي Oh, yeah.
أصرفوا للرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته ماروتشاس فنت إكليسيا انتبه لاوس أو مارو اسمو إروفيد كاتدرا انتيني برس في تيروس جاف كونو متيو تيمي فريتنا نيسو اف اي ناف انجيني سو تونو اف اي او نوف اف اركنجيب شويسو ونف او مي نتيف جين ثق بيفو امشايني كاتايت تاكسي سملشي سيدك شوي سوينا من مقبن يوتي ثواب بطري أرشيس بابا فاتا ودرس بي ما هسناب نمبن يوتي نبس كوبوس آفايو أوسيف نمبن يوتي نبس كوبوس آفارا فايل نمبن يوتي نبس كوبوس آفا بي ازل شوي سفي اري بتن اون هللويا هللويا ايسوس بخريستوس بورو انت بو افتون في الخنيت موت خمبي ام شوم اف اي اخون ابقاهين كيمي اللي το Άγιο Ευαγγέλιο Σμαρώτεν γεφετνε Ιωχανε Φράνσιος εν τένιγον ευλογησόν εκ το κατά Ιωάννην Άγιο Φαγγελίο το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε. Μεζαμύρια بين داود النبي بركات علينا امين اعترف لربي فانه صالح وإن الأبد رحمته فليقل بيت إسرائيل إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته هللويا الإنجيل المقدس فصم بشارة معلمنا يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا أمين الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع والذي رآه وسمعه هذا يشهد به وشهادته لا يقبلها أحد والذي يقبل شهادته فهذا قد ختم أن الله حق لأن الذي أرسله الله إنما يتكلم بكلام الله لأن الله لا يعطي الروح بكيل لأن الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يديه
فمن يؤمن بالابن فله حياة أبدية ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى الحياة بل يحل عليه غضب الله. والمجد لله دائما. تفضل استاذ. خليها قدام. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. وإحنا بنحتفل بقيامة المسيح النهاردة بنحتفل كمان بعشية عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر. كل الأعياد السيدية اللي تمت في حياة المسيح ممكن بتشترك معانا فيها كنائس أخرى. كل الكنائس بتحتفل بميلاده وبقيامته وبمعموديته. كل الأعياد نشترك مع كل الكنائس فيها. العيد ده بالذات بقى بتاعنا مش كده؟ عيد بتاع الأقباط. عشان كده هذا العيد له مكانة خاصة في الكنيسة. صحيح جاي في وسط 50 دايما فبيبقى كده يعني مش واضح، لكن عشان يبقى واضح في حياتنا هشرح لكم شوية عن مجيء المسيح لمصر، وهشوف النبوة اللي ذكرت هذا الأمر مذكورة في إشعياء إصحاح 19. بيقول وحي من جهة مصر، فوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. أبائنا القديسين شرحوا السحابة دي، قالوا هي العذراء ماريا. والرب راكب على السحابة لأنه كان قاعد في حجر العذراء وعلى كتفه وهي داخلة إلى أرض مصر. سماها ليه إشعياء سحابة سريعة؟ في الترجمة السبعينية يقول سحابة خفيفة، حتى موجودة في التسبيحة سحابة خفيفة، والخفيفة هي السريعة. يعني السحابة الثقيلة تبقى لونها غامق والأمطار بتاعتها تبقى مرعبة، تنزل أمطار غزيرة جدا ممكن تبوظ الأرض الزراعية وممكن تبوظ الأسفلت نفسه. أما السحابة الخفيفة يبقى لونها أبيض منورة، ما بتحجبش نور الشمس اللي وراه، وتمشي بسرعة، التانية ماشية بطيئة. ايه العلاقة بين العذراء والسحابة؟ عموما احنا بنسمع كلمة السحاب كتير في الكتاب المقدس تعبر عن حضور الله، يعني الله جالس في السحاب او في الضباب. الله جالس على الضباب او في السحاب تعبر عن ان الله غامض، احنا ما نقدرش نفهم كل حاجة. يعني لما يكون الجو بيشتي كده او في شبورة، اللي سايق عربية بيبقى ماشي بمنتهى الراحة لانه شايف قدامه نص متر، بس النص متر ده مش بيخلص لانه كل ما بيمشي قدامه نص متر. فده معناها رؤية الله ممكنة لكن ما اقدرش اشوفه كله، ما اقدرش اعرف كل حاجة عنه. ممكنة، ممكن نعرف ربنا بس احنا على قد ما بنقدر. عشان كده عبر عنه ان هو يجلس في السحاب او يجلس في الضباب. ولما في المجيء الثاني قال سيأتي على السحاب، مرة ثانية يقول هيجي في جمهور قديسين. اذا في علاقة بين القديسين والسحاب، علاقة لطيفة. والسحاب ده عبارة عن ايه؟ شمس بتشرق على المية بتاعت البحر او المحيط، فالمية تتبخر. الشمس دي ترمز لنعمة ربنا.
والبحر يرمز للعالم بما فيه من ناس أشرار وكويسين، والبحر بيبقى ميته ما تتشربش، مية مالحة ومليان بالخطورة، يرمز للعالم. عندما يشرق شمس البر على بحر العالم، بعد قطرات الماء تتبخر، تتبخر يعني تنجذب إلى فوق. قطرات المية دي تعبر عن المؤمنين اللي ارتبطوا بربنا. المية اللي بتتبخر من البحر تبقى مية نقية، يعني H2O بيور، ما فيهاش لا أملاح ولا حاجة، مية مقطرة. فدي إشارة للناس اللي بينجذبوا لله بينسلخوا من العالم بنقاوة، بالرغم من العالم مليان بالملوحة وبالغلط وبالريحة الوحشة وبالأسماك اللي عاملة زهومة في البحر، لكن المية اللي طالعة من البحر دي مية نقية جدا، إشارة لانجذاب الأبرار إلى الله. وبعدين قطرة المية الصغيرة ممكن تتوه في الجو، لكن لما بيتجمعوا على بعض بيعملوا سحاب، إشارة للكنيسة إن أي حد فينا بينفصل عن الكنيسة يضيع، لكن طول ما احنا مع بعض عاملين سحابة جميلة هي جماعة القديسين. طبعا السحابة دي بتمشي من مكان لمكان، إشارة إلى إن الكنيسة يجب أن تنتشر في العالم، ما تقعش في حتة واحدة. وبعدين لما تروح في مكان تنطر، فالأمطار تعبر عن الخير، وزي ما قال في الكتاب المقدس إن كلمتي لا ترجع فارغة، وشبهها إزاي ما ببعت المطر مش هيرجع تاني غير لما يخلي الأرض تنبت. فيبقى الكنيسة ماشية في كل حتة بتنطر تطلع كنايس وتطلع مؤمنين. سيدنا أنبا يوسف أول ما جه هنا زمان لما اترسم كان في فلوريدا أقل مش عارف 5 كنايس، دلوقتي في كان كنيسة 21 كنيسة في فلوريدا. مش دي أمطار بتنزل وناس تكتر والخير يعم؟ هي دي الكنيسة الجميلة. فالسحابة تعبر عن جماعة المؤمنين اللي هيجي المسيح على السحاب، وهيجي معاه الملائكة والقديسين، وتعبر عن السمو. السحاب ماشي في الهواء مش ماشي على الأرض، فمعناها إحنا كمان يجب أن نسمو. وبالرغم أن السحاب عالي عن الأرض لكنه قريب من الأرض، بدليل أن عندكم هنا في ناطحات سحاب، مش كده في المدن الكبيرة؟ يعني ممكن الواحد يسكن فوق السحاب والطيارة نفسها تدخل في السحاب، ونلاقي نبص من الطيارة نلاقي نفسنا تحتينا السحاب. فدي معناها على قد سمو القديسين لكن مش بعيد عننا، مش بيتقلطوا علينا. والإنسان اللي يسمو فعلا في علاقته مع الله يبقى قريب قوي من الناس، مش بعيد عنهم، ما يحسش ان هو أحسن من الآخرين، ويحس ان ليه وظيفة ورسالة انه يريح الناس اللي حواليه. كل الكلام اللي انا قلته ده ينطبق على كل القديسين، كان بالأحرى العذراء مريم، كان تكون هي سحابة خفيفة عظيمة وسريعة والرب راكب عليها عشان يقدم إلى أرض مصر. طب شمعنا أشعياء قال إن الرب هيجي أرض مصر؟ لازم تبقوا أنتوا حتى ما جيتوا أمريكا تعودوا فخورين بأن احنا مصريين. ليه بقى؟ شوفوا ربنا لما جه مصر جه من الشرق، لأن فلسطين بالنسبة لنا شرق، أول محطة عدى عليها كانت غزة ورفح، وبعدين راح داخل على مصر من البوابة الشرقية، بعدين اجتازوا أرض مصر بالعرض كده لآية الغرب، وصلوا إلى منطقة وادي النطرون اللي فيها الأديرة حاليا، بعدين طلع شمال كده بحري لغاية سمنود، وبعدين نزل قبل لغاية فين؟ دير المحرق. يبقى عمل ايه؟ صليب على ارض مصر. وكان في كل محطة بيقف العائلة المقدسة اتبنت كنيسة بعد كده.
وما زال طبعا الناس الكبار اللي كانوا في مصر غير الشباب اللي اتولد هنا ما زال في كنائس كتيرة بنقول دي من تبع رحلة العائلة المقدسة. حاليا نشكر الله في اتجاه في الحكومة نفسها أن تهتم بمسار رحلة العائلة المقدسة وتعمل فيها أماكن علشان تستوعب السياحة والناس تيجي تاخد بركة الأماكن دي كأنهم راحوا القدس. ففي كل محطة وقف فيها العائلة المقدسة كأن المسيح يدشنها كنيسة. عشان كده أقدر براحة أقول قبل ما ماري مرقس يجي مصر جه مين؟ المسيح. يبقى مين أسس كنيسة مصر؟ المسيح نفسه. وجه ماري مرقس دخل على التعب اللي تعبته العائلة المقدسة. ليه بقى؟ إذا قلنا أن ماري مرقس جه مصر سنة حوالي 48 ميلادية والمسيح جه حوالي سنة 2 أو 1 ميلادية، فبينهم فترة مش كتير، 40 سنة ممكن يبقى فيه ناس متذكرين القصة. لما يجي ماري مرقس يقول إن الله تجسد وولد في فلسطين وجه زار مصر، يقول أيوة احنا فاكرين العيلة دي اللي كانت بتيجي كل ما تدخل في حتة الأوسان تقع، واللي كان عنده 5-6 سنين بقى عنده 50 سنة سن الإدراك، واللي عنده 20 بقى عنده 60 سنة ولا 70 سنة. فزي مثلا كتير من اللي قاعدين يكونوا حضروا ظهور العذراء في الزيتون من 50 سنة لسه متذكرين. وجايز طبعا وقت ظهور مجيء العائلة المقدسة الناس ما كانتش مدركة ايه ده، لكن هو المسيح بذر بذرة الإيمان في مصر. فلما جه ماري مرقس لقى الحكاية سهلة، الناس عندها خلفية. ولو تعرفوا ان في طفل استشهد في مصر اسمه ودامون ايام دخول العائلة المقدسة في مصر، يعني في ناس عرفوا العذراء وعرفوا المسيح وامنوا وهو لسه كانوا وثنيين. فوز الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر. شمعنا مصر بقى؟ مصر دي بوابة العالم تقريبا، لان انتوا عارفين في الخريطة مصر دي بقى ناصية. عارفين الواحد يقولك انا واخد بيت على ناصية من ثلاث نواحي ولا اربع نواحي شوارع حواليه. فمصر كده من ناحية البحر الاحمر من ناحية البحر المتوسط، والبحار دي وسائل للاتصال بين الناس، لان بدل البحر يبقى صحراء. فالبحار دي نعمة لان الناس ممكن تعبر من بلد لبلد عن طريق السفن. تلاحظوا بولس الرسول معظم رحلاته كانت في السفينة. فالمنطقة بتاعتنا اسمها ميدل ايست، السرة بتاعت ميدل ايست ده مصر. فاذا من خلال مصر دي ممكن ينتشر الايمان في كل العالم. طبعا يشترك معنا في هذه الصفة فلسطين. فلسطين فعلا حتة متوسطة في العالم كله، عشان كده المسيح اتولد فيه. مصر كمان تمثل العبودية لشعب الله. مش قعدوا 400 سنة تحت سلطان المصريين؟ فتمثل العبودية. فلما يجي ربنا ينطلق من مصر وينشر الإيمان، معناها بيهزم العبودية، وبيهزم فرعون زي ما بنقول في مدايا حكاياك، فرعون العقلي اللي هو الشيطان في عقر داره. فالبلد التي كانت تستعبد شعب الله تصير هي البلد اللي بتحمل نور الإيمان لكل العالم، عامل زي برضو كنيسة روما، ان دي الدولة اللي اضطهدت المسيحية على مدى 4 قرون لغاية قسطنطين. 10 أباطرة أولهم نيرون وآخرهم دقلديانوس. ما بين نيرون ودقلديانوس في 8 تانيين يبقوا 10 أباطرة. نيرون دوت اللي استشهد على ديه بطرس وبولس، ودقلديانوس استشهد على ديه آلاف الشهداء ومنهم البابا بطرس خاتم الشهداء.
الدولة اللي بتقايمة بكل قوتها ضد المسيحية تصير هي فيها الفاتيكان اللي في معظم مسيحيين العالم القيادة بتاعتهم يعني. كأن ربنا يقول ما حدش تحداني. الحتة اللي تعكسني هاخدها عملها مقر ليه. خدين بالكم فدي ميزة احنا تميزنا بيها في أرض مصر. قادم إلى مصر فالنتيجة تكون إيه؟ ترتجف أوفان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. ترتجف أوثان مصر لأن مصر كانت مشهورة بعبادة الأوثان الكثيرة. صحيح عشان برضو نبقى فاهمين أن في بعض الأجيال في قدماء المصريين كانوا يعبدون الإله الواحد، والإله الواحد ده كان اسمه رع، ورع دي كلمة مصرية معناها الشمس اللي هي احنا بنقولها في الألحان بيري بيرين بيو عن الشمس والقمر. ري دي كان نطقها القديم رع اللي هي رع. بس كانوا برضو مصريين يقولوا بيعبدوا الله المستخبي ورا الشمس، عشان كده كان عندهم إله اسمه أمون، وأمون معناها المحتجب. يعني لما يكون في كاهن أو شاب اسمه أمونيوس، الاسم ده مصري قديم معناها المحتجب. فهم كانوا بيقروا ان هم بيعبدوا إله مش عارفينه، محتجب، ويمكن يكونوا أول شعب ينادي بأن الله لابد أن يكون إله واحد مش آلهة كتير. وبعض الناس بيفسروا يقولوا تعدد الآلهة عند المصريين هو كان بمثابة تعدد تجليات للإله المحتجب، يعني شايفينه في النيل ده اللي بيدي الخير، شايفينه في الشمس اللي هي مصدر الطاقة في الكون. وهما كانوا شطار قوي في الفلك وعارفين قيمة الشمس، مش مجرد بتنور ده هي مصدر الطاقة وهكذا. ومع ذلك كان في ناس مش فاهمة الحقائق دي فبتعبد الأوثان، يعبدوا عجل أبيس، العجل أبيس، وعندهم أصنام كتير. هذه الأوثان تمثل فلسفة وفكر، كل ده هيرتجف قدام مجيء المسيح. ومهما كانت الوثنية ديبلي روتت في أرض مصر، لكن لما جه مري مرقص الإيمان بالمسيح انتشر من اسكندرية للنوبة. ودي حاجة برضو جديرة بأن الواحد يسأل إزاي، يعني مين يقدر يجي يزعزع ديانة ليها جدر مثلا 4000 سنة قبل الميلاد، ويجي واحد بعصيته وشبشبه مقطوع، والبلد دي فيها فلاسفة وحكماء في اسكندرية، وفي ناس أبا عن جد عارفين إيه يعني الآلهة. ولازم تلاحظوا إن جميع الآثار الفرعونية الموجودة في مصر آثار دينية، يعني لا يوجد قصر ملك مازال موجود، لكن يوجد قبر ملك لأن هما كانوا بيؤمنوا بالحياة الأخرى. يوجد حاجتين، معابد وأهرامات، وكلها مختصة بالحياة الدينية. يعني الحضارة المصرية كلها كانت قايمة على أفكار دينية. إزاي يجي مرمرقس يهز ده كله؟ علشان أشعية شافها بالنبوة، هترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. يذوب قلب مصر معناها القلب ده كان قاسي وجاحد من أيام فرعون، هيدوب ويبقى لين ويسمع كلمة ربنا. كل اللي قرينا ده في العدد الأول فقط في أشعية 19. وبعدين في العدد 18 يقول في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. يعني ايه دي بقى؟ لغة كنعان
يقصد بها لغة الشعب اللي ساكن في منطقة اليهودية. فهي التفسير مش حرفي، لأن ما حصلش في التاريخ إن مصر اتكلمت بلغة كنعان اللي هي مثلا العبرانية أو الأرامية أو حتى الكنعانية، لكن تكلمت بلغة معرفة الله، لأن الشعب ده كان يعرفه ربنا. وكلمة تحلف لرب الجنود، الحلفان في العهد القديم كان يعبر عن الانتماء. الانتماء يعني عندنا في مصر لو انت ماشي في الشارع وسمعت واحد بيتكلم مع زميله بيحلف بالنبي، تعرف ان الحلفانة دي معناه ان هو مش مسيح. لكن واحد بيحلف بمرجرجس بالعذراء، طبعا ده غلط، بتعرف في العهد القديم كان ربنا اداهم امر ما تحلفش الا باسم رب الهك. فالحلف هنا يعبر عن الانتماء. فلما يقول ان في مصر هتحلف لرب الجنود، معناها هتبقى تبع رب الجنود. وبعدين قال ان في 5 مدن، طبعا ده برضو رقم رمزي، لان رقم 5 يعبر عن الانسان. عندنا 5 حواس، وعندنا 5 صوابع في كل طرف، وبعدين اصفار موسى كانوا 5، والذبايح في العهد القديم كانوا 5. ف5 مدن معناها كل الطاقة البشرية هتبقى بتاعت ربنا. أما كلمة لإحداها يتسمى مدينة الشمس، هي جاية في الإنجليزي One will be called the city of destruction. مش عارف النص اللي حاطينه قدامكم بالإنجليزي ولا destruction؟ عربي وإنجليزي. City of destruction يعني إيه؟ مدينة ال تحطيم؟ لا، destruction. الشمس اسمها sun، مش كده؟ علمهم انجليزي. destruction يعني التحطيم. city of destruction معناها المدينة اللي يتحطم فيها الأوثان، الكنيسة. city of destruction تحطيم الفكر الوثني. ماري مرقس الغلبان ده خلى فلسفة الوثنية بتوع اسكندرية يتحولوا إلى أساتذة لاهوت. الواحد لو قاعد يحسبها بالورقة والقلم كده يعمل إيه؟ ماري مرقس ده غلبان قوي. أنت راح فين يا ماري مرقس؟ راح اسكندرية. طب أنا أنصحك روح الأول الأرياف، ناس غلابة وطيبين يسمعوا كلامك ينتشر الإيمان. قال لا، نروح اسكندرية. اسكندرية فيها مدرسة فلسفية، وفيها مسرح، وفيها ساحة للإلقاء المحاضرات بتاعت الفلاسفة، فيها مكتبة ضخمة اسمها مكتبة اسكندرية. اه كويس، نروح. تروح تعمل ايه؟ استنى، العتاولة هناك. يقول لك العتاولة دول ما هنقدر نغلبها، هتغلبهم زي هنعمل مدرسة لاهوت. استنى، مدرسة اللاهوت دي عايزة أساتذة وعايزة كوريكولوم وعايزة. يقول لك ما في. فين يا عم انت رايح بمفردك؟ قال لك أساتذة الفلسفة الوثنية يبقوا مسيحيين أساتذة اللاهوت. طب ما هيخلوا اللاهوت يتلوث بالفلسفة، ما تعولش همهم، هيبقوا في منتهى النقاوة. شيء عجيب إنه يفكر يعمل مدرسة لاهوت وهو معهوش حد. فين الكوادر يا ماري مرقس؟ الكوادر العلمية عشان تعمل حاجة دي. فهنا فعلا city of destruction، حطمت الوثنية. شوف بقى العدد رقم، هو الإصحاح رقم كام؟ طيب، والعدد 19 ده مهم جدا. In that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt and a pillar to the Lord at its border. هيكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. ركزوا معي في الحتة دي لأنها مهمة جدا. إما هيكون مذبح للرب أو مذبح للأوثان. مذبح الرب في العهد القديم اللي بيتكلم فيه أشعياء ما ينفعش غير في أورشليم. فاكرين لما الشعب انقسم جزئين، جزء تحت وجزء فوق، واللي فوق عملوا مذبح وقامت حرب؟ ما ينفعش غير في أورشليم. يبقى ازاي مذبح الرب في مصر؟
إما مذبح وثني أو مذبح يهودي أو مذبح مسيحي. هو طلع إيه بقى في الآخر؟ ليه؟ لأن لو يهودي لازم يكون في أورشليم، ولو وثني ما يقدرش يقول مذبح للرب، عشان لما يجي حد يقول لك كلمة مذبح دي غلط، إخواتنا البروتستانت بيرفضوها، بيقولوا نسميه المائدة لكن مش مذبح. نقول لهم ده أشعياء. في مرة البابا شنو ده قال إيه؟ ده لو العالم كله ما فيهوش مذبح، إحنا بالذات لازم يكون عندنا مذبح. ده أشعياء قال عنه مذبح للرب في وسط أرض مصر. وطبعا كلمة وسط مش معناها بس في وسط أرض مصر، لكن إحنا بنحط النجفة في وسط الكنيسة عشان إيه؟ الوسط يعبر عن الحضور الكامل. لما نقول عمان وإيل إلهنا في وسطنا، معناها حاضر فينا كلنا. طبعا أنا بخدم في وسط القاهرة، في الآية دي عجباني أوي. بس طبعا وسط أرض مصر لما بنجيب الخريطة معناها غالبا في دير المحرق، يعني النقطة الوسطانية لكل مصر هي دير المحرق، وده أول مذبح اللي دشنه المسيح نفسه. يبقى هنا مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها. التخم هو البوردر، البوردر بتاع مصر هو اسكندرية، والعمود هو كرسي مريموربس بيلر بتاع ربنا. هذا العمود كرسي ماري مرقس اللي جلس عليه لغاية النهاردة 118 بطرك، ده عمود إيمان. بابوات وبطاركة الإسكندرية كانوا دايما هما يسموه قاضي المسكونة، وكانوا هما الملجأ وهما الحكم في الأمور الإيمانية. وده اللي هيج بقية الناس اللي مش بيعرف ربنا كويس، عشان كده تعبوا الكنيسة أيام البابا ديوسكوروس. يقولوا كده بعض المحللين اللي درسوا مجمع خلقدونيا وطم فيه حرم البابا ديوسكوروس، قالوا إن إمبراطور روما تحالف مع بطريرك القسطنطينية على سحق بابا الإسكندرية قبل ما يجي مجمع خلقدونيا. الراجل ده لما يجي لازم ننفيه من وجه الأرض، لأن مش عاجبهم إن اسكندرية تطلع هي مع إنها روما العاصمة والقسطنطينية العاصمة الشرقية. إيه اسكندرية بالنسبة لهم؟ قال لك الراجل ده وجع دماغنا لازم نسحقه. طبعا أيام البابا ديوسكوروس اللي هو البابا رقم 25 بدأت الكنيسة تبقى مركزة جوه، ملهاش دور كبير عالمي زي أيام ما قبل، لغاية البابا كرولوس الأول اللي هو رقم 24. لكن للإنصاف في التاريخ إن كلكم حسيتوا من بداية عصر البابا كرولوس وبابا شنودة بدأت الكنيسة مرة تانية يبقى لها دور في العالم المسيحي. النبوة بتقول إن كرسي مرمرقس هو عمود للرب عند تخم أرض مصر اللي عندها حدودها يعني برضه، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. علامة وشهادة لرب الجنود معناها الكنيسة دي هتقعد طول وقتها، طول الحياة، طول التاريخ لغاية مجيء الرب، علامة وشهادة. وهناك تأمل تقدروا تركزوا فيه. فاكرين أيام يوسف الصديق لما ربنا أرسله إلى مصر عشان يخزن الخير بتاع مصر في مدة 7 سنين، علشان لما تيجي المجاعة على العالم المسكون وقتها حواليهم. المجاعة ما كانتش في مصر بس، بدليل أسرة يوسف جم من فلسطين ياخدوا قمح من مصر. قعد يوسف الصديق يخزن قمح، الناس بتاكل والفائض بيخزنه، والتخزين بتاع يوسف ده كان بطول أرض مصر. مين فيكم من محافظة سوهاج؟ سوهاج دي سو رقم 6 في الإبت، وهاج يعني مخزن. سوهاج كانت المخزن رقم 6 من المخازن اللي عملها يوسف الصديق.
في طول أرض مصر بيخزن قمح، وأول ما جت المجاعة فتح الكنز وطلع خير يشبع العالم. يوسف سماه فرعون صفنات بعنيح، يعني ايه الكلمة دي بالمصري القديم؟ معناها ايه؟ مخلص العالم. صفنات فعنيح، ده الاسم اللي اطلقه فرعون على يوسف، مخلص العالم. ليه فرعون سميت يوسف كده؟ يقولك ده خلص العالم من المجاعة بواسطة القمح اللي خزنه. القمح ده يرمز لجسد المسيح. هيجي وقت العالم كله يبقى مفهوش إيمان، مفهوش إفخارست، مفهوش كنائس، مفهوش ناس بتتناول، خايفين من الكورونا عشان كده مش هيتناولوا، وهتقعد الكنيسة القبطية فيها المخزن بتاع القمح اللي هو جسد الرب تفتح عشان العالم يأكل ويشبع. في العهد القديم ذكر في نبوة إن في تلك الأيام هيبقى مجاعة. قال لك مجاعة ليس للقمح ولكن لكلمة الله. تبقى في مجاعة في العالم للتعليم النقي، وده احنا دخلنا فيها اللي بقى، لان في تيارات فكرية وفلسفية وتعرفش جاي من فين ودخل فين، وتلاقي فعلا في افكار بتاعت كاثوليك داخل على افكار بروستانت، داخل على بتوع النيوباتريستيك اللي هو اللاهوت الارثوذكس الحديث، ودخلين في بعض كده. لما تقعد تتناقش مع حد انت تبع انهي تيار، هي كوكتيل وخلطبيطه بتضيع الايمان الاصلي. الامل ان تكون كنيسه مصر هي مخزن الايمان النقي، اللي لما العالم يجوع نقول لهم بص على مصر هتلاقي الايمان المظبوط. على فكره بعض علماء اللاهوت المنصفين بيقولوا كده، يقول لو انت عايز تشوف الكنيسه الاولى روح مصر. في الليتورجية بتاعتها، الليتورجية اللي احنا بنصلي بيها القداس والتسبيحة المعمودية بالذات، مفيش حاجة اتغيرت. فانت عايز الأصالة هتلاقيها في مصر. الصيامات بتاعتنا محدش لعب فيها، الأعياد بتاعتنا محدش لعب فيها، والإيمان شرح الإيمان. عشان كده النهاردة حرب جديدة جدا ضد الكنيسة وانفيدنج من خلال شباب كتير، تاخد بالكم، عشان يغيروا الإيمان، عشان يبقى زي بقية العالم، عشان يبقى انتهى الإيمان من العالم والنور ينطفي. لكن احنا مش خايفين، لأن في نص جميل يقولك الله في وسطها فلن تتزعزع. لما جه المسيح أرض مصر كان عارف إن هي دي اللي هتقعد أمينة حتى المجيء التاني. هي دي اللي اتقال عنها لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص أحد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. المختارين هم الناس اللي هيبقوا أمناء جدا لله، ولا يمكن يتزعزعوا عن الإيمان المستقيم مهما اتهمونا أن احنا جهلة وأن احنا متعصبين وأحنا متشددين وأحنا سلفيين وأحنا مش عارف إيه. قول اللي عايز تقوله، بس احنا ماشيين في الإيمان المستقيم. دول اللي هيقدروا يفلتوا من الضلالة الكبيرة اللي جاية في آخر التاريخ، في آخر الزمن، اللي سميها معلمنا بولس الارتداد. لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. طب انت بتكلم عن المصريين يا اشعياء، كان زمان المصريين هم اللي بيستعبدوا شعب الله. قال لا، هم كمان هيبقى في ناس بتضايقهم. اظن الكلام واضح. اللي كانوا بيضايقوا شعب الله النهارده يبقى في شعوب اخرى بتضايقهم لانهم امنوا بالمسيح، فيرسل لهم مخلصا. المخلص هو المسيح، والمحامي الروح القدس. يرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
يعرف الرب في مصر ده ايه الفخر اللي احنا المفروض نفتخر بيه ده. لما يكون اشعياء سنه 700 قبل الميلاد بيقول لو عايز تعرف ربنا روح مصر هيعرفوك. هناك معروف الرب معروف في ارض مصر. يعني الايمان المستقيم مستخبي في مصر. يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحه وتقدمه. برضو نرجع تاني المذبح ما ينفعش يكون غير في اورشليم عشان يبقى بتاع ربنا بس بالطقس اليهودي. ولو وجد في اي مكان تاني هيبقى وثني. لكن لما يقول لك يقدمون ذبيحه للرب في مصر يبقى الذبيحه المسيحيه لا تنفع يهوديه ولا تنفع وثنيه. اذا المذبح موجود في سفر اشعياء والذبيحه ايضا في سفر اشعياء. يقدمون ذبيحه وتقدمه وينذرون للرب نذرا ويوفون به. النذر هنا معناها بقينا في علاقه مع الله حياتنا بنسلمها له وبنوفي بهذا النذر. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. هنا ضربه ربنا للمصر معناها دول ولاده بيأدبهم عشان يرجع. عشان يقولك ضاربا فشافيا and the Lord will strike Egypt, he will strike and heal it. عارفين زي ايه مثلا؟ احيانا دكتور العظام يقول لواحد احنا طريقة العلاج اللي مضطرين نعملها ان احنا نكسر لك رجليك ونجبسها. ليه؟ يقول لي ان في حتة كده غلط حتة معوجة فهنكسر ونصلح ونعدل ونجبسها تطلع سليم. فلازم قبل ما يشفي يكسر. فربنا قال في 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 الكنيسة شيء كده عايز يتضرب عشان تبقى مشفى فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم in that day there will be a highway from Egypt to Assyria. السكة من مصر إلى أشور. أشور هي سوريا وسوريا هي السوريان الأرثوذكس. فهيبقى في علاقة بين كنيسة مصر وكنيسة سوريا. يجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور ويعبد المصريون مع الأشوريين. وحدة الإيمان. احنا في تاريخ كنيستنا كذا بطرك كانوا من أصول سوريانية. في ذلك اليوم in that day Israel will be one of three with Egypt and Assyria. يبقى كرسي أورشليم مع كرسي أنطاكيا مع كرسي اسكندرية. A blessing in the midst of the land. اللي هم بيحفظوا الإيمان المستقيم. عشان كده ينتهي الإصحاح بكلمة بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر. طبعا جايه في الانجليزي زي العربي blessed is Egypt my people. لكن هقول لكم في القبطي قايل مبارك شعبي الذي في مصر. كلمه الذي دي موجوده في القبطي في اسم مات يعني مبارك ان جي علامه الفاعل بالاؤس شعبي في ات الذي خين في كيمي مصر. مبارك شعبي الذي في مصر. لان هو ربنا عارف في الاخر ان مصر مش كلها ليه. لكن لا بس الاقباط حتى لو في امريكا تخافيش. لا معناها الاقباط يعني حتى لو في اي حته في الدنيا. ليه؟ لان ساعه ما انتوا جيتوا هنا ما كانتش بارادتكم. ده ربنا هو اللي عمل سكتر للمصريين عشان ننشئ كنايس والناس تعرف ربنا بالحق. فانتوا عليكم مسج توصلوها للناس. لكن طول ما احنا بنصلي بالطقس القبطي وفي المواعيد القبطيه اعياد وبالمنهج بتاع الكنيسه والصيامات والبسخه والجمعه العظيمه طول النهار وما نغيرش نبقى احنا ما زلنا في مصر اللي هي يقصد بها الكنيسه القبطيه.
مبارك شعبي الذي في مصر. البركة هنا ليه؟ لأن نحفظ الإيمان ونحفظ التخم القديم الذي سلمه لنا الآباء. على فكرة كلمة أو الطقس القبطي لا يقصد به اللغة فقط. إحنا لما بنصلي القداس بالإنجليزي هو لسه قداس قبطي، لما بنصلي بالعربي هو لسه قداس قبطي، لأن القبطية مش مجرد اللغة، كل الترتيبات بتاعت الحياة الكنسية ترتيبات قبطية، مش مهم اللغة، لأن المسيح ربنا نفسه ادى لابائنا الرسل موهبه التكلم بالسنه عشان يتفاهموا مع الناس. فاحنا لسنا عبيد لغه، ولكننا ملتزمين بتراث جميل غني تقريبا ما فيش زيه في العالم. فاكر في مره كان عندنا كورال في اسقفه الشباب، تعرفين احنا ايه، الولاد غلابه وبيدفعوا من جيبهم علشان يجيبوا عود ولا كمانجه ولا أرج. وبعدين جات لهم فرصة يدخلوا مسابقة على مستوى كل أوروبا الموسيقى الدينية، مش فاكر كانوا في هولندا ولا بلجيكا مش فاكر. وبعدين راحوا، طبعا هم قبل ما يروحوا قعدوا يدوروا هنجيب فلوس منين عشان تذاكر السفر، ووقعوا على واحد من رجال الأعمال ادهم مبلغ. فالكورال إذا كان مثلا عددهم 25-30 قدروا يختاروا منهم 5 بس عشان يقدروا يسافروا لأن المصاريف كتير، ومعهم الآلات العرجانة بتاعتنا دي أي كلام. وبعدين راحوا بيقول للأخ اللي ماسك الكورال، لقينا فيه زي أوبرا كبيرة كده مبنى ضخم وفيه صلاة وبتاع وفيه الجدول بتاع التسابق، حطينا احنا آخر ناس. قلت ما هو واضح من اولها كده، بس نجتاز التجربه. وبعدين كل مجموعه هتقول الالحان بتاعتها، مدين لهم قاعه معينه، قال احنا سايبين لنا المسرح الكبير، يبقى احنا كمان ايه ضعنا كمان. وبعدين فوجئ بعد ما قدموا الالحان انه واخدين المركز الاول. فهو راح للجنه اللي بتحكم، انتوا اديتونا مركز اول ليه؟ احنا فينا ايه يعني؟ قال له يا ابني انت مش مقدر يعني ايه لحن قبط، احنا حاطينكم في الاخر عشان الكل يتجمع يسمعكم، لان احنا عارفين يعني ايه لحن قبط. اي كنيسة بتقدم لحن في العالم، انا مش بعرف الكنيسة دي من فين الا من اللغة، ده بيقدم بالفرنساوي ده بالايطالي ده بالالماني ده بالانجليزي. انتوا بقى لو انا غمضت عيني بعرف دي كنيسة القبطية، مش من اللغة، من اللحن. وطلعوا ساعتها في الجرايد وهيصة كبيرة، ورجعوا فرحانين قوي مصر انهم عددهم قليل ما همش امكانيات، لكن بتوع علماء الموسيقى يقولوا احنا مقدرين يعني ايه لحن قبطي. الكنيسة بتاعتنا جديرة ان احنا نفتخر بيها ونفرح بيها ونحافظ عليها وما نغيرش فيها، وتبقى دي الرسالة اللي ربنا موصلها. انتوا جيتوا امريكا عشان تقدموا الكنيسة القبطية للامريكان، مش عشان الامريكان يغيروا الكنيسة القبطية، وإلا يبقى ايه تميزنا. هتصلوا بالانجليزي، انا نفسي بصلي بالانجليزي في وسطكم عشان الاطفال والشباب اللي ما يعرفوش عربي لازم نحترم وجودهم وعقليتهم. انا عارف الكبار بيتمزجوا قوي لما نصلي عربي يفتكروا ايام الشباب يعني، لكن احنا يهمنا كمان الاجيال اللي طالعه، فيش معنى بس واحنا بنصلي بالانجليزي اللحن قبطي والكلمات تعبر عن الايمان القبطي والترتيب ترتيب قبطي والكنيسه كنيسه قبطيه. فلازم نحافظ على هذا الوضع ونسلمه لاولادنا بفخر، وتقولوا لاولادكم كده ربنا لما اتجسد فلسطين ما خرجش منها الا لمصر ورجع فلسطين، لأن فلسطين دي أرض الموعد بتاعة إبراهيم، لكن عشان يبارك مصر بركة خصوصية خرج يدوبك كده البلد الوحيدة اللي زارها المسيح في طفولته وباركها بالمنظر اللي انتوا تشرحوه لأولادكم بتاع الصليب، دشن أرض مصر عشان تكون مصر للمسيح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.
تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة إن في كريستوس إيسوس بن شويس إن أوبيون سو كيريا Master, Lord Jesus Christ, the only begotten Son, Logos of God the Father, who has broken every bond of our sins through his saving and life-giving sufferings, who breathed into the face of his holy disciples and saintly apostles, and said to them, Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. You also now, our Master, have given grace through your holy apostles to those who for a time labor in the priesthood and your holy church to forgive sin upon earth and to bind and to loose every bond of iniquity. Now also we ask and entreat your goodness for the love of mankind. For your servants, my father and my brother and my weakness, we who bow our heads before your holy glory, dispense unto us your mercy, O Lord, and loose every bond of our sins. And if we have committed any sin against you, knowingly or unknowingly, or through anguish of heart, whether in deed or in word or from faint-heartedness, O Master, who know the weakness of men as the good one and lover of mankind, God grant us the forgiveness of our sins. Bless us, purify us, absolve us and all your people. Fill us with your fear and strain us for your holy goodwill. For you are our God, and the glory, the honor, the dominion, and the worship are due unto you with your good Father and the Holy Spirit, the giver of life, who is of one essence with you now and ever unto age of all ages. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Amen. Alleluia. Doxa patrike ioke agio pneumatike Se puro en te o afton fevo tenies mot chem bi eho emma shom taf i eho net chora en kimi sotiem mono o nainan kiriere ison kiriere Akechit cheris em moisis timet ovi ben temel shisad ektimet chelo en te yakupino Temathos ala picat etzot bente David tiso feia ente Solomon biebne man barakliton fi etavi geni apostolos epshoisev e are ebon chenem eptahu erat peniot et tayot en arsherefs vava avata vadros nem peniot en episkobos ava Yusef nem peniot en episkobos ava Rafael nem peniot Ten episcopus ava, bezelev notin te et vev et agruhi genu et thronos en an mission rom, neman seio en iri, nikon en tefteveio en nu gazi tiro sapesit en nu et shalavge.
kole tobe pe Christos erie gontef kanen no na ne volchen uhirini katabe vnesti nai kirie leison kirie evlogison emin smoe smoe roisti metania koni evolgo empiesmo e Christos benoti emin esse shopi Peace, grant us your peace, establish for us your peace, and forgive us our sins, for thine is the power, the glory, the blessing, and the might forever. Amen. Make us, O Lord, worthy to pray thankfully, our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Through Jesus our Lord, for thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. The love of God the Father, the grace of His only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, communion and gift of the Holy Spirit be with you all. Go in peace. The peace of the Lord be with you all. Amen. And with your spirit. كل سنة وانتم طيبين على طبعا الأيام وعلى عيد دخول المسيح مصر. And of course, we're so joyful. فرحانين قد إيه من الصبح يعني سيدنا تعبينه معانا صلينا القداس معاه بكل الآباء بتاع فلوريدا. We took their blessing. And truly, يعني we can't express how joyful we are when around سيدنا. We're taking lessons from him, from, of course, his teaching, but also from the way that he acts, the way that he is with others. May God keep him for us. And for those who don't know Sayyidina, I'm sure everyone yani, that speaks Arabic knows Sayyidina, but for those who don't speak Arabic and those who don't listen in Arabic, yani Sayyidina is a source for us, a foundation for us today. And like when we celebrate today the feast of our Lord entering Egypt, we're joyful. We hear and we see the spirit of Egypt, the mother church here in America, when we see people like Amber Rafael coming and blessing us. So may God keep him for us. And we ask you, Sayyidina, to keep praying for us, your children here in the diocese. القداس بكرة من 5-7 tomorrow the liturgy from 5-7 in the morning وسيدنا هيصلي في الست رفقة سيدنا القداس بتاع نيابتك الساعة 8 سيدنا هيصلي الساعة 8 سيدنا هيصلي في الست رفقة الساعة 8 وهنا القداس هي من 5-7 الصبح ممكن تحضروا القداسين تحضروا ده وبعدين تروحوا تكملوا في الست رفقة